لا ندري متى نرحل. من الناس وهو يلعب مع أطفاله مات، من الناس من هو يجري في الحياة مات. كيف هؤلاء الناس يفكرون الذين يجلسوا في المقاهي ويجلسوا على أبواب البيوت وهم يهتكون أعراض الناس ويتكلمون في أعراض الناس؟ لا ندري أيها الناس متى سنموت ومتى سنرحل ومتى سنغادر الحياة. والله والله ما كاد يمر يوم من أيامنا إلا نودع فيه فلان، أو أقف على قبر فلان مودعا وواعظا إلا فلان كيف مات. والله يا شيخ والله ما كان في شيء، والله يا شيخ أقسم لك أنه ما كان فيه مرض. من الناس من يدخل المستشفى في مرض بسيط فيموت، نحن لا نعلم أقدارنا، فكيف لنا أن نظلم وأن نبطش؟ نحن لا نعرف أقدارنا عند الله ولا متى رحيلنا من الدنيا، فكيف تجرأنا على الناس؟ كيف تجرأنا على هتك أعراض الناس؟ أيها الكرام، شمس الدنيا ستغرب عما قريب، والكيس والله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ستموت وحدك وستدفن وحدك وسترحل وحدك وستقف أمام الله وحدك. لا تظن أن محامي دفاع سيدافع عنك، لو دفعت مال الدنيا كله لن يدافع عنك إلا عملك. ولا تعتقد لا تعتقد أنه بأعمالك ستبلغ جنة عرضها السماوات والأرض، وأنت هتكت عرض فلان وتكلمت عن فلان واغتبت فلان وتكلمت عن فلان ما ليس فيه. إياك أن يأتيك يوم تريد أن تطبع على جبين أمك قبلة اعتبار فلا تستطيع، وأيضا في الدنيا إياك أن يأتي يوم تريد أن تضع قبلة اعتبار على من ظلمته أو على من هتكت عرضه أو على من اغتبته أو على من تكلمت في ظهره وطعنته. إياك أن يأتي يوم فتراه موسدا ميتا فلا تستطيع أن تضع قبلة اعتذار. صفوا حساباتكم في الدنيا، ويل لكل همزة لمزة. قال ربنا جل في علاه ويل، هذا الويل أيها الكرام واد يسيل صديد من أهل جهنم وقيحهم. همزة لكل مغتاب، لمزة لكل من طعن الناس وتكلم في أعراضهم. يأتي يوم القيامة العبد فيعرض كتابه أمامه فيرى أن في كتابه زنا وشرب للخمر، يرى أن في كتابه سرقة وكذب، يجد أن في كتابه عقوق والدين، يجد أن في كتابه من السيئات ما لا يعلمها، فيعود إلى الله جل في علاه فيقول يا رب من أين لي هذا؟ يا ربي ما زنيت، يا ربي ما شربت الخمر، يا ربي ما سرقت، يا ربي ما كذبت، يا ربي ما عققت والدي، يا ربي ما فعلت هذا أنا. وإذا به يرى أن من اغتابه واتهمه بالزنا وبالسرقة وبشرب الخمر، أن من طعنه في الظهر يتقلب في نعيم حسناته وهو يؤمر به إلى النار. يتقلب هؤلاء، يتقلب من زنى ومن شرب الخمر ومن سرق، هؤلاء كلهم يتقلبون في حسناته. هو الذي صلى وصام وقام وفعل من الحسنات ما فعل يؤمر به إلى النار. فاحذروا أيها الناس، فاحذروا أيها الناس وتسامحوا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون، تسامحوا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان لك عند أخيك مظلمة، إذا كان عند أخيك خطأ
أو غيبة أو نميمة، أطلب السماح قبل الرحيل. اليوم نسمع فلان كيف مات، فلان ما ذهب إلى المستشفى، فلان ما زار المستشفى يوما واحدا لكنه مات.